الحمد لله نشكركم ناس الدكتور دكاترة ديل للجميع، والحمد لله مستشفى 100% ولا اللقاء إن شاء الله. بارك الله فيكم، الحمد لله نشكركم الدكاترة كل الآن الحمد لله في المستشفى عام والحدامات. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تواصل الفرق الطبية الإماراتية جهودها منذ بدء افتتاح المستشفى الميداني في 9 يوليو الماضي، وتستمر جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مد يد العون والمساعدة للأخوة في تشاد والأخوة الأشقاء من اللاجئين السودانيين لتخفيف معاناتهم، حيث بلغت إجمالي الحالات المرضية 3507 حالة، وقامت الفرق الطبية بإجراء أكثر من 34 عملية جراحية.